السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم متتبعي القناة، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. الشهيوة اللي غادي نصاوبوا اليوم إن شاء الله شهيوة لذيذة جدا. غادي نصاوبوا قلب اللوز، اللي هو تحلية جد رائعة بمكونات جد بسيطة وبواحد الذوق رائع جدا. خليكم معايا إلى نهاية الفيديو تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو نص كيلو ديال السميدة الغليظة، ماشي رقيقة البنات اللي كنديرو بها الحرشة، السميدة الغليظة. نصف ديال الساشي ديال الخميرة الكيماوية، واحد الكاس صغير ديال السكر خشن، واحد الكاس صغير ديال الزيت، واحد الكاس صغير ديال الماء. اذا الكاس البنات غير ديال اتاي الصغير، ماشي كاس العنبه، اصغر منه شي شويه، الكاس الصغير اللي كنشربوا فيه اتاي. اذا غادي نبدا نضيف الخماره على السميده ونحاول نحلها شي شويه الا كانوا فيها شي كويرات يتحلوا. غادي نضيف ايضا السكر الخشن وغادي نحاول نخلط هاد النواشف مع بعضهم. ممكن الا بغيتو تضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه، انا هنا ضفتها، الا ما بغيتوش ممكن تستغناو عليها. اذا هاد المكونات البنات غادي نخلطهم مزيان، ومن بعد غادي نزيد هذاك الكاس ديال الزيت ونبدا كنبسس هذيك السميده ديالي بالزيت مزيان. نحاول نخلطها مزيان باش كلها تفزق لي بداك الزيت. يعني البنات بحال هكا تصاوبوا كسكسو بحال هكذا، نخلطوها مزيان مزيان مزيان، نحكوها بحال هكا بين يدينا. من بعد غادي نضيف هذاك الكاس ديال الماء وغادي نعاود نخلط مره اخرى. انتبهوا البنات ما تحتاجوا لا تدلكوا لا تعجنوا لا حتى شي حاجه، فقط هذيك السميده ديالنا كلها تفزق بالماء، يعني بحال تماما كنديروا كسكسو. صافي انا غادي نواصل بهذه الطريقه حتى تندمج لي المكونات كلها مزيان ونحصل على واحد الخليط او واحد العجين بحال مرمل بحال كسكسو تماما. غادي ناخذ لاطه ديال الفران وغادي ننزل فيها هذيك السميده ديالي بلا ما نضغط، بلا ما نحاول انني نزير عليها او لا نعطيها واحد الشكل اللي هو مقاد ولا شكل ديال عجينه متماسكه. يعني تماما البنات بحال لا كتحطوا كسكسو في الكسكاس. مهمه جدا البنات هذا التفصيل او هذا الديتاي، مهم جدا باش يجينا قلب اللوز ديالنا خفيف ويجيو دوك الحبات ديالو مفروقين، يعني ما يجيش ثقيل وبحال معجن. اذا غادي نحاول نقاد مزيان هذاك الوجه ديال الخليط ديالي في المول بلا ما نضغط عليه، يعني اي بشويه بحال هكا كندوز بيدي وكنقادو. الا كانوا شي جنيبات طالعين نهبطوهم حتى هما، ومن بعد غادي ندخلو الفران يكون مسخن وغادي نطيبو على نار متوسطه. بالنسبه لمده الطياب فانا نفضل ما نعطيكمش مده محدده، المهم غتخليوه حتى يبان لكم تحمر مع الجناب، طلعت له الحموره مع الجناب ديالو. طبعا طيبوه العافيه تكون تحت منه. اون فوا كيبان لينا تحمر مزيان مع الجناب، يعني بدات الحموره كتطلع لينا مع الجناب كتبان، غادي نطفيو عليه من التحت ونشعلو عليه من الفوق باش يتحمر له الوجه ديالو مزيان. نمشيو دابا نوجدو السيرو اللي غادي نسقيو به قلب اللوز ديالنا. غادي نديرو واحد لتر من الماء ونخلطو معاه كيلو د السكر اللي غنقصو منه كاس ديال السكر، هو اللي درناه في الاول في العجينه ديالنا اولا في الخليط ديال السميده. اذا كيلو الا كاس ديال السكر مع لتر د الماء، وغادي نديرهم فوق النار نخليهم يغليو حتى هذاك الخليط ينقص لي شي شويه الحجم ديالو ونحسو به بدا كيتقال. من بعد ما كنخرج قلب اللوز من الفران كيكون تحمر الوجه ديالو طاب صافي، يعني واجد. بقالنا دابا غير نسقيوه بهذاك السيرو اللي وجدنا اولا القطر اللي وجدناه. اذا كناخذوا هذاك القطر وكان يعني كنكبوه بالزايد، كنكبوه فوق منه، كنكبوا الكميه كلها يطرد الماء مع تقريبا كيلو السكر، كنسقيو بها مزيان. واخا كيبان لكم غيبقى هذاك السيرو طالع الفوق، غير صبروا عليه شي شويه راه غادي تشربوا مزيان. شحال ما قلب اللوز تشرب هذاك السيرو كيرطب وكيجي خفيف. غادي نخليه واحد المده حتى يبان لي داك السيرو دخل معاه مزيان، بقى غير واحد شي شويه بحال هكذا الفوق، وغادي نرش من الفوق بشويه ديال اللوز اللي نكون سلقتو وفسختو وقليتو وهرمشتو شي شويه، نزين به الوجه نرشو مزيان من الفوق وصافي. غادي نخلي قلب اللوز ديالي جانبا، ما نقيسش فيه نهائيا، نخليه واحد المده حتى يشرب مزيان ويتماسك، لان الا قصنا فيه دابا غادي يتفرتت. بحال مثلا الا كنتو درتوه في الليل خليوه حتى الصباح وقطعوه من الاحسن.
هذا هو الشكل النهائي ديال قلب اللوز اللي صاوبتو معكم، كيجي رائع جدا، لذيذ لذيذ بزاف البنات. انا شخصيا كنحماق عليه، خصوصا ورا الفطور في رمضان، واخا ما كنبغيش نكثر من السكريات، ولكن قلب اللوز بالذات الشباكيه حتى هي عزيز عليا، ناكلهم ورا الفطور. جربوها البنات، راه كيجي لذيذ لذيذ بزاف بزاف وخفيف، يستحق التجربه. نتمنى الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوا الوصفه، خليوا لي الاراء ديالكم في تعليقات. الى عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في صندوق الوصف غنخلي لكم المقادير مكتوبه والروابط ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي. زوار جداد مرحبا بكم، اشتركوا فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه اولا باول. شكرا على المشاهده، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه اخرى.